وقفة احتجاجية ننظموها كعصبة مغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بدعوة وبطلب من الإخوة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. نقف اليوم أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي من أجل تنبيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الخرق السافر الذي تقوم به فرنسا من خلال رفضها منح تأشيرات لعشرات الآلاف من المغاربة، لا لشيء سوى لأن الجمهورية الفرنسية اختلفت مع المملكة المغربية في قضية الهجرة. لذلك نحن نقف الآن أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي من أجل أن نؤكد لكل دول أعضاء الاتحاد الأوروبي على أنهم اليوم المسؤولية أمامهم اليوم من أجل أن يعاقبوا الجمهورية الفرنسية التي هاجمت بشكل واضح وبشكل مباشر مضمون المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومضمون المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. نقف الآن أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي من أجل أن نؤكد لكل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أن خطابات حقوق الإنسان، خطاب الحقوق، خطاب الحريات لا يمكن أن نقبل به هكذا بشكل شفوي، يجب أن يتجلى لنا ممارسة، وفرنسا تؤكد عكس هذا الأمر. لذلك فالمسؤولية الآن اليوم أمام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، المسؤولية اليوم أمام كل الأحرار وكل حرائر جمهورية فرنسا من أجل أن يخرجوا ضد هذا القرار في باريس، وأن يؤكدوا لماكرون ولكل رواد قصر الإليزي على أن ما تقوم به فرنسا هو العنصرية بعينها، أن ما تقوم به فرنسا اليوم تجاه المغاربة هو التمييز، أن ما تقوم به فرنسا اليوم في تجاه المغاربة هو القرار يعني يستند إلى منطق سياسي، وبالتالي عليها أن تتوقف في الحال على هذا القرار وأن تمنح المغاربة حقهم في التنقل وهو ما تشير إليه كل المواثيق الدولية. شكرا لكم. هذه الوقفة كتنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللي نادت إلى هذه الوقفة للاحتجاج على السياسات الأوروبية وخاصة فرنسا في مجال يعني تأشيرة، وبعد أن تم حرمان العديد من المواطن والمواطنات من هذا الحق اعتبارا أننا نحن كمواطنين كمدافعين ومدافعين عن حقوق الإنسان نعتبر التأشيرة في حد ذاتها هي انتهاك لحرية التنقل المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فبالأحرى أن تستعمل هذه التأشيرة للانتقام ولصفية حسابات سياسية ما بين بعض الدول الأوروبية والمغرب. إذا نرفض هذه الأمور ونطالب الدول الأوروبية لمراجعة هذه السياسة التي تنتهك حق أساسي من حقوق الإنسان الذي هو حرية التنقل. يا عشينا وعشينا وكيهنا وبقينا.